السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح أتكلم عن انتركوم، شركة باناسونيك من أفضل الشركات في هذا المجال. طبعا عندنا الجهاز هذا اللي هو يكون في الداخل، والجهاز الخارجي راح نشوفه بعد شوية. عندنا هذا الشاشة الداخلية. طبعا مثل ما نلاحظ عندنا بعض الأزرار، عندنا زر الأوف وعندنا زر التوك، وعندنا هنا طبعا هذا الموديل اللي هو موديل، هذا هو الموديل رقم الموديل لأنه يجي عدة أنواع. طبعا هنا عندنا راح نضغط على هذا لمشاهدة الشاشة في الخارج مثل ما نلاحظ حاليا، هذا من الخارج. طبعا هذه أول مزايا الشاشة أو انتركم الباناسونيك، بالضغط على هذا الزر تقدر تشوف في الخارج، وأي حاجة تدور في الخارج طبعا تقدر تشاهدها. تقدر تتكلم لما تشغل الشاشة، تقدر تتكلم طبعا مع أي شخص موجود بالخارج. مجرد الضغط على توك راح يشتغل عندك الحين الكلام، تقدر تتكلم أي شخص خارج الحين يسمع صوتي. عندنا طبعا هنا هذا الضغط زر الأوف، عندنا هنا مشاهدة، طبعا هنا عندنا المعلومات اللي هي تقدر تغير الرينج فوليوم الصوت، وطبعا حالة الأجهزة المتصلة من هنا. عندنا هنا هذا الزر تضغط على هنا أوكي، وهنا عندنا الرجوع. طبعا كذلك عندنا هنا طبعا هذا الزر للاتصال بالأجهزة الأخرى. عندنا هذا الزر مشاهدة أي صور، الصور اللي تم. طبعا من ضمن مزايا هذا الانتركم انه ياخذ الصور للاشخاص لما يضربوا الانتركم. فعندنا هنا اللي هي ان بليد ايمجز اللي ما شفناها، والبليد ايمجز هنا كل الصور. مجرد الضغط على هذه الصور راح تشوف، طبعا تضغط اوكي راح يعطينا الان بليد، هذا طبعا يعطيك بالتاريخ. عندنا هذه الصوره في 9 جنوري 2022 طبعا مثل ما نلاحظ تاريخ الصوره، والوقت الساعة 5 مساء و52 ثانية، طبعا يعطيك الوقت بالضبط، وصورة طبعا هذه تلقائية. طبعا لمشاهدة الصور الأخرى عندك هذا الأسهم، السهم هذا والسهم هذا مثل ما نلاحظ هذه الصور، هذه تاريخ 4 جنوري 2022، وهذا التاريخ 24 ديسمبر، وهذه بتاريخ 24. فمن هنا تقدر تشوف كل الصور طبعا اللي التقطها الجهاز بهذه الصورة. طبعا هذا الجهاز من الخارج اللي هو تضغط من هنا عشان تضرب الانتركم، وعندنا هنا كذلك هذه الكاميرا طبعا في الأعلى، وفي الليل طبعا تعطيك إضاءة فلاش للتمكن من مشاهدة ليلا. طبعا تضغط هنا وراح يفتح لك الشخص من الداخل. طبعا هذا الجهاز مربوط بالباب الصغير، وعلى اساس انه تفتح له من الداخل. مثل ما نلاحظ هذا الجهاز مربوط بالقفل اللي هو على الباب الصغير، مباشرة لما اي شخص يضغط على الانتركم راح تستطيع انك تفتح له من الداخل باستخدام زر الفتح. طبعا مربوط بالقفل وراح يفتح مباشرة عن طريق الواير اللي هو متصل بالانتركم. راح نقرب الحين نضغط على الانتركم، تضغط على هذا الزر طبعا. طبعا الحين رن بالداخل، يرن بالداخل ويعطي إشارة للشخص اللي بالداخل. مثل ما نلاحظ الحين بعد ما ضغطنا الانتركم مباشرة يعطينا الإشارة هنا، طبعا اختفت لأني تأخرت، فالشخص يضطر يضغط مرة ثانية لفتح الباب. كذلك من مزايا هذا الجهاز انك تستطيع الاتصال بأجهزة أخرى. طبعا الجهاز هذا يجي معاه جهاز صغير محمول، تستطيع انك تعمل اتصال داخلي للأجهزة المحمولة هذه. فممكن تخلي الجهاز المحمول في غرفة ثانية وتستطيع الاتصال به عن طريق هذا الزر. هذا بشكل عام جهاز باناسونيك، جهاز جميل
ومزايا جميلة. شكرا لكم على حسن المتابعة وتحياتي. طبعا هذا الجهاز المحمول اللي يجي مع الشاشة مثل ما نلاحظ في هذه الخصائص الاوف المونيتور والاف 1 للفتح والاف 2، وكذلك ممكن عندنا التوك اللي هو للكلام. طبعا مثل ما نلاحظ هذا الجهاز طبعا مربوط بالشاشة الاصلية في الاسفل، تستطيع انك تتواصل مع هذه هذا الجهاز عن طريق الجهاز الاصلي. طبعا ممكن تخلي هذا الجهاز في احد الغرف، وتستطيع طبعا تستطيع من هذا الجهاز كذلك انك تفتح الباب عن طريق هذا الجهاز طبعا، بس لازم يكون مربوط وبه شبكة، طبعا لازم تكون الشبكة جيدة في هذا الجهاز.